ينضم معنا عبر الهاتف مباشرة عضو مجلس محافظة الأنبار الأستاذ عيد عماش. أهلا بك أستاذ عيد. بداية، اليوم صرحتم بدخول 50 شاحنة عسكرية قادمة من الكويت لقاعدة عين الأسد في قضاء البغداد، كيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهلا بك بمتابعي قناة الرشيد. أولا أنا لم أصرح بدخول 50 عجلة نعم من الكويت إلى قاعدة عين الأسد، هذا الكلام عاري عن الصحة، أنا لم أقل هذا. نعم. أنا سئلت في الإعلام ومن قبل وكالات أنباء أنه هناك رتل أمريكي دخل إلى قاعدة عين الأسد داخلا من الأراضي الكويتية. ما هي معلوماتكم عن هذا الرتل، وهل أنه الرتل دخل بموافقة مجلس المحافظة من عدمه؟ أنا قلت بالتحديد أنه أولا إذا كان الرتل الأمريكي دخل من الحدود العراقية الكويتية، أي أنه عبر أكثر من 5 محافظات حتى من دخل، الحدود الكويتية العراقية تقصد؟ نعم بالضبط، الكويتية العراقية، يعني أنه عبر أكثر من 5 محافظات حتى وصل محافظة الأنبار. يعني بالتأكيد هذا الرتل لم يدخل عنوة ولا بقوة السلاح، وإنما دخل أكيد بموافقات، يعني إما أن تكون على مستوى عالي. نعم. سواء عسكرية أو موافقات دولية عن طريق وزارة الخارجية، عن طريق السفارة، عن طرق القنوات الرسمية. يعني لم يدخل هذا الرتل، وهناك يعني معلوم لدى الجميع أن هناك اتفاقية أمنية بين العراق والتحالف الدولي في 2014 يسمح لهذه القوات بالدخول والخروج ربما متى تشاء. أما صلاحيتنا كمجلس محافظة، نحن ليس لدينا أي تنسيق مع قوات التحالف الموجوده في الانبار على المستوى العسكري، لدينا تنسيق مع ضمن الفعاليات المدنيه سواء مع منظمات المجتمع المدني، المنظمات الدوليه عن طريق اليو ان دي بي، وهذا يخص الاعمار واعاده الاستقرار واعاده البنى التحتيه للمحافظه. طيب انتم اما اي تنسيق، نعم انتم كحكومه محليه، ما هو موقفكم من وجود هذه القوات في المحافظه؟ الا تمتعضون من وجودها وتحركها؟ يعني انا قرات الخبر قبل ان اكون معك مباشره، يعني انت لم تصرح انكم، يعني انه انتم تتحملون المسؤوليه الكامله ولا تتحملون عذرا المسؤوليه الكامله تجاه تلك القوات الامريكيه الموجوده في محافظه الانبار خصوصا في قاعده عين الاسد. أولا القوات هي داخلة تحت غطاء التحالف الدولي، والتحالف الدولي دخل العراق بطلب من الحكومة العراقية في عام 2014 عندما كانت داعش على تخوم بغداد، وهذا لا يخفى على أحد. يعني لم تأتي هذه القوات يعني غازية ولا محتلة، وإنما جاءت بطلب من الحكومة العراقية، وهذا التنسيق يكون في هذه المستويات. هناك قائد عام للقوات المسلحة، وهناك قيادة مشتركة، وهناك برلمان عراقي لديه لجنة أمن ودفاع. لكنكم الآن الأقرب على قاعدة عين الأسد، وأنتم تلاحظون وتشاهدون ما يدور هنالك. أنا قلت أولا الأمريكان أو القوات التحالف ليست موجودة فقط في عين الأسد، ولا موجودة في أغلب مناطق العراق، وهي جاءت بطلب من الحكومة العراقية، أكرر جاءت بطلب من الحكومة العراقية واتفاق في عام 2014، لأنه كانت داعش محتلة يعني حوالي 4 أو 5 محافظات من العراق، وجاءت باتفاقات دولية مع الحكومة العراقية، فلذلك وجودها يعني وجودها ليس وجود محتل أو غازي، وجودها ضمن اتفاقات دولية في العراق. ومن يتعامل مع هذه الملفات هي الحكومة المركزية حصرا. نحن كحكومة محلية ليس لدينا أي صلاحية في هذا الموضوع. نحن ننسق أمنيا مع القوات الأمنية العراقية الموجودة سواء جيش أو شرطة أو مفاصل أمنية أخرى، أما مع الجوانب الأخرى مع قوات التحالف ليس لدينا تنسيق عسكري في هذا المجال. طيب، يعني هل هذه الخطوة، خطوة دخول تلك الشاحنات والمعدات الأمريكية، يعني هي لدعم القوات العراقية في تأمين الحدود مع سوريا من خطر إرهابي داعش، وأنت تعلم أنه هنالك خطر على الحدود العراقية السورية اليوم؟ نعم بالتأكيد، هناك تنسيق عالي بين القوات التحالف الموجودة في محافظة الأنبار مع القوات الأمنية، سواء مع يعني قيادة الفرقة السابعة أو قيادة عمليات الجزيرة والبادية أو قيادة عمليات الأنبار، هناك بالتأكيد تنسيق عالي، تنسيق مع قوات الحدود. اليوم هناك يعني ملفات لهم في على الحدود السورية العراقية، وهناك كما تعلمون لا تزال الحدود رخوة باتجاه سوريا في قضاء القائم، عن أمن القائم، وأعلم ماذا يجري هناك.
لا تزال هناك قوات داعش، يعني جيوش داعش لا تزال موجوده في الصحراء، لا يزال هناك داعش على الجانب السوري المحاذي لمدينه الباغوز العراقيه في الباغوز السوري الشمال نهر الفرات في قضاء البكمال، فلا تزال هناك يعني تواجد لهذه عناصر داعش الارهابيه. وبالتاكيد القوات التحالف يعني همها المحافظه على العراق، وبالتالي التنسيق مع القوات الامنيه العراقيه لدرء مثل هذه الهجومات. وفعلا يعني يتم اختراق بين فتره واخرى، يحاول داعش الاختراق ولكن تصده القوات الامنيه البطله وبمسانده من قوات التحالف الموجوده هنا. نعم، طيب اليوم كيف هو الوضع الامني في محافظه الانبار؟ يعني عموما الوضع الامني في محافظه الانبار جيد، ولكن كما تعلمون محافظه العراق هي محافظه الانبار هي سدس العراق. نعم. يعني هناك الصحراء، لا تزال هناك صحراء كبيره جدا، يعني هناك جيوب لداعش موجوده ومعسكرات منذ 2006. وهذه القوات الامنيه يعني تكون لها يعني جولات في هذه الصحراء بين فتره واخرى، ويتم يعني معالجه اهداف سواء عن طريق الطيران او عن طريق القوات البريه الموجوده هناك، عن طريق الكمائن. وهذا بالتاكيد هو يعني واقع القوات الامنيه يعني في عمليات لا تهدئ مع هؤلاء الاوغاد. ولكن بما انه لا تزال المقابل المحاذي السوري للجانب العراقي من منطقة القائم لا يزال هناك تواجد لجردان داعش، فلذلك يبقى الأمر قلق ويبقى هناك تحسب وحيطة وحذر القوات الأمنية. ونحن واثقون جدا بقدرة قواتنا الأمنية البطلة على صد مثل هذه الاختراقات والهجمات الحدثة. طيب أنتم كمجلس محافظة هل لديكم خطط عسكرية لملاحقة جيوب داعش في محافظة الأنبار وأيضا في الصحراء والأماكن التي ذكرتها، أم ستتركون الأمر للحكومة المحلية أو الاتحادية عذرا؟ لا بالتأكيد نحن لدينا تنسيق مع الأجهزة الأمنية، لدينا تنسيق مع القيادات يعني الحكومة المركزية سواء من خلال الحكومة التنفيذية أو التشريعية، لدينا أفكار وتم طرحها. يعني نحن نرى أنه يجب أن يكون هناك تشكيل قوة لحماية الصحراء، وهناك تعمل بطرق المباغتة وطرق الكمائن، وأن لا تسمح لهؤلاء الجرذان بالسير أو التجول بأريحية. وهناك يمكن التعاون من خلال الاقمار الصناعيه مع قوات التحالف، يمكن من خلال رفع مناطيد بمناطق مختلفه ووجود كاميرات تبحث عن هؤلاء ان وجدوا، وكذلك بعمليات مباغته وعمليات استباقيه واستخباراتيه عاليه، يعني يكون لها الدور في العلم بمثل هذه التحركات ان وجدت. كل هذه الامور تم طرحها على الاجهزه الامنيه، وهناك تفاهمات في هذا الموضوع، وكذلك استخدام اخر ما توصل الى العلم في في قضيه الحدود بين سوريا والعراق، الاستعانه بالتحالف الدولي بامكانياتهم في هذا المجال. كل هذا ربما يؤدي الى استقرار يعني كبير في محافظه الانبار، وكما تعلمون استقرار الانبار يعني استقرار العراق. نعم، عضو مجلس محافظه الانبار الاستاذ عيد عماش كنت معنا، شكرا جزيلا لك.